لا يمكن أن المسلم يؤخر الصلاة عن وقتها صلاة كما أنه لا يقدم الصلاة عن وقتها قبل صلاة لكن بعض الناس يظن إذا خرج وقت الصلاة أنه لا يقضي الصلاة لا لابد من قضاء الصلوات يعني بعض الناس هدانا الله إياه الوقت الآن إلى الآن لم يصل الفجر الآن مثلاً الساعة العاشرة صباحاً ايه وين وانجينة وانا صالي كتلوة يقول خلاص ذهب وقت صلاة الفجر لا يقضي صلاة الفجر يعني هوا لبذي صالة مفانو انتو امامكا ساعتاتو زا صبويا نسيما مادامو الفجيري مني بيتا بس اشا بيتا ايو ميمي لا لابد ان يقضي الصلاة انتو انا فا كلبذي صالة اي صلاة تفوت عليه لابد من قضائها. صلاة يومي كواهبا، متو إيممبيتا أنافا كوليبزيا هي الصلاة. طيب بعض الناس يقول عندي صلاوات كثيرة. ممكن نسأل ما؟ إيه نصلانين جمي مذا نقول الله ديك. توناسيم الله كونجوز. لماذا تترك الصلاة؟ قننوم يا تسالك يا سيتش. الآن لابد تصل تصل تقضي حتى يغلب على ظنك أنك قضيت هذه الصلاوات يكثر.

ولا اشكال في هذا اما الصلاه لا يفكر فيه ايه واو انا كولا وانا اندا تشوني وانا كوني وأنا فاني انا فوتاكا لكن كيجا مساله يا كسوالي هافكري مambo الصلاه لا تاخذ منك احيان دقيقتين وقت مغيري الصلاه هاي حتى دقيقه 2 الله سبحانه وتعالى غني عنا الله امجيتوشليزا نا سيسي انت الذي بحاجه الى الصلاه سيسي نديو امبو كومبا صلاه تنها عن الفحشاء والمنكر صلاه ما أوفوا. سبب لجلب الرزق بس الصلاة يعني ميونغوني مو سبب زاكو باتا رزق طمأنينة انتو انا باتا طهارة للظاهر والباطن نبي انا انا سافيكا فأنت لا كيف تعيش بلا صلاة فيبي ونعيش بلا كوصالي لا يلعب عليك الشيطان شيطان اسيكوتشيزي ويقول انت اضعت الصلوات وكذا لا تص... تس... لا